اهلا وسهلا فيكم باخر حلقه من الكيتو سيريز. اليوم رح اعطيكم بونس تيب وفري دايت مني عشان تطبقوا الكيتو دايت، وبرضه اذا انتم مش عارفين كيف تعملوا الاكل تبعكم تبع الكيتو وين ممكن تلاقوا الكيتو دايت، وشويه اسئله واجوبه عن الجينيتك تيستينج عشان يحللكم كل هذه القصه للابد. بالنسبه للتيب الاساسيه اللي كثير بحب انصحكم فيها، بليز انكم انتم ما تقارنوا حالكم بحدا. الاشي اللي بزبط معاكم مو شرط يزبط مع حدا تاني. اذا شفتوا ناس نحفوا 10 و20 و25 كيلو بالكيتو دايت لانه اتس ذا ترند، يعني هلا الاشي اللي كثير ماشي والناس اللي كثير بتحكي عنه كل بكل العالم اذا كيتو دايت، بس مش معناته اذا ضبط معاهم يزبط معنا. مو غلط نجرب، بس اذا اول اشي حسينا كثير صار افكتس او ما استفدنا او حسينا انه مش هذا نوع الدايت لانه ممكن يناسب اللايف ستايل تبعي، بليز بدي اياكم انكم توقفوا. الاشي الثاني don't go crazy، يعني ما تتهوروا، ما تفكروا اذا احنا عملنا برنامج لكيتو مع اخصائي تغذيه هذا الاشي كثير نقطه لازم كثير انوه عليها، لانه كثير بتشوفوا اشياء بالانترنت وكثير اشياء ممكن اصحابكم يعطوكم اياها، لازم يكون مدروس 100%. فما بدكم تتهوروا اذا اعطينا احنا برنامج نظام اساسي معين، ما تروحوا تزيدوا البروتينات على خاطركم او تزيدوا الفات على خاطركم او تصيروا تيجوا تلعبوا بالبرسنتج زي ما بدكم، لانه بالذات الكيتو دايت بكل سهوله ممكن تطلعوا من نظام الكيتوسيس وما راح تلاقوا النتائج اللي بدكم اياها. اشي كثير كمان بحب اذكره بالنسبه للصور، وللاسف صور كثير بشعه بنشوفها على السوشيال ميديا بيفور اند افتر، نشوف صور لبنات او لحتى للشباب بيكونوا نازلين 20 و30 كيلو وانهم مشوا على الكيتو دايت لمده سنتين وثلاثه. هذا الحكي مو منطقي وبرضه بنفس الوقت مش علمي، فما بدي اياكم تنغروا ولا تمشوا ورا كل هذه الادعاءات لانها مش شرط تكون صحيحه، وعلى الاغلب انها مو صحيحه. دفنتلي خلال سنتين ثلاثه الواحد بتغير جسمه وبتغير اللايف ستايل تبعه، ولازم يطبق انظمه غذائيه متعدده وليس الكيتو لمده سنتين او ثلاثه. فكتير بدكم تكونوا حذرين من طريقه الدعايه اللي ممكن توصل وإذا كان كيتو دايت أو لأي نوع دايت تاني، فانتبهوا كتير لإيش أنتم بناسب حياتكم، اللي بناسبكم أنتم ممكن ما يناسب أي شخص تاني. بدي كمان أحكيكم عن جينيتك تيستينج عشان نقدر إحنا نلاقي الحل المثالي والحل الأفضل لكل شخص. فحص الجينات المسوي عندنا كمان بكوريتي اوف لايف نيوتريشن سنتر بيساعدكم كثير تلاقوا بالضبط شو نوع الدايت اللي بيناسبكم. هل ممكن الكيتو يناسبني ولا لا؟ هل ممكن لو كارب دايت يناسبني ولا لا؟ ولا لا لازم انا اعمل دايت متناسب، او لازم في عندي تحسس من بعض الاغذيه المعينه او بعض الاشياء الفيتامينز مينرالز لازم انا انتبه عليها وازيدها او اقللها باكلي، او تحسس من اكل معين هو ممكن يزيد لي من احتماليته ينزل وزني او يزيد وزني. جينيتك تيستينج انا بنصح فيه كثير، هو دقيق 90% وبساعدنا كثير انه احنا نعرف رول اوت ونعرف بالضبط اي نظام ممكن يناسبني كنظام حياه للمستقبل مش اشي على الشورت تيرم. وبرضه بحب اساعدكم كمان للناس اللي حابين يعملوا الكيتو دايت ومش عارفين كيف يطبقوه او ما عندهم الوقت اللازم، لان الكيتو دايت بده تحضير كثير وبده مايند سيت معين عشان تعرفوا كيف تشفت انه لازم اكل فات كثير وكيف اضبط اكلي. عندنا ببريمروز هيلث فود شوب عندنا كثير فرايتيز من الاكل ومن الديزرت، سويتس كثير مختلفه وانواع اكل كل يوم بنغيرها بتناسب الاشخاص ممكن يتبعوا كيتو دايت او اي نوع دايت تاني ممكن هو يناسب حياتهم افضل. ان شاء الله يكون عجبكم هدول السيريز، ما تنسوا تبعتوا لي الكومنتس اذا انتم حابين تسالوني اي سؤال تاني. سبسكرايب اليوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.